يا اهلا وسهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد لمشتريات مودانيسا. النهارده لسه مستلمه البوكس الصبح، شايفين اهو لسه ما فتحتوش وحابه افتح معاكم. النهارده انا هعمل انبوكسنج للبوكس ده. عايزه اقول لكم الموضوع ان انا استلم الشحنه وبعد كده اكويها واقيسها، ده بياخد وقت طويل جدا جدا ويبقى لود عليا، ان انا عايزه انزل الفيديو بسرعه قوي وفي نفس الوقت بتاخر كتير، يعني ساعات ممكن اتاخر 3 اسابيع. فبما ان انا مش عايزه اتاخر المره دي عشان لو حد حابب يطلب حاجه من المودانيسا من الحاجات اللي انا طالباها يطلبها بسرعه في السيل، فحبيت اعمل معاكم الانبوكسنج النهارده. ولو لقيت وقت ان انا اقيس الحاجه هقيسها واحطها في الفيديو ده، لو ما لقيتش وقت ان شاء الله هعمل فيديو تاني اوريكم الحاجه وانا لابساها واتكلم عن السايز بتاعها، لان انا بصراحه بحب قوي ان انا اتكلم عن المقاسات. اول حاجه عايزه اقولها لكم ان العبايه دي من مودانيسا بجد بحبها جدا يا جماعه، هي وصلتني اخر الشهر اللي فات. فانا هفتح معاكم البوكس ده نشوف الحاجه اللي فيه وهوريكم بعض القطع اللي وصلتني الشهر اللي فات. تعالوا بقى نفتح الشحنه. انا فتحتها بالمقص من هنا بصراحه عشان ما اخدش وقت معاكم، فانا يا دوب هرفع الكرتونه كده هتتفتح معانا اهي الحاجه. بصوا لسه ما فتحتهاش زي ما هي، يعني انا هتفاجئ معاكم دلوقتي في الحاجات اللي انا طلبتها. هو من براند اول مره اطلبها، عايزه اقول لكم ان في حاجات كتير طلبتها من براندات جديدة اول مرة اطلبها. الدرس من براند اسمها جزم كس. اتمنى ان انا بقول الاسم صح. بصوا اهو الفستان، الفستان بصراحة الوانه عجبتني جدا جدا، يعني انا السبب الرئيسي اللي انا طلبت الفستان ده عشانه عشان الوانه فقط لا غير. وهو بصوا من تحت كده في رافلز او دورين، يعني كرانيش، وفي بيجي مع حزام اهو، وهو من هنا باستك. طلبت منه مقاس 44 كالعاده يعني، بس انا كان المفروض اطلب مقاس اكبر بصراحه لان دي براند اول مره اجربها، فما بحبش اخاطر لما اكون براند جديده، لان انتوا عارفين براندات كتير بتبقى المقاسات بتاعتها صغيره فبتضطري تطلبي 3 مقاسات اكبر من مقاسك الطبيعي او مقاسين. فده كان اول دريس معانا، وكمان الاكمام بتاعته بصوا جميله قوي برده، فيها كشكشه من هنا شكلها جميل قوي. هو خامته شيفون ومتبطن، بصوا البطانه بتاعته من جوه لونها اخضر و خامته حلوه، يعني ان هو متبطن فتحس ان هو تقيل مش خفيف، اقصد يعني ان البطانه بتاعته حلوه مش خفيفه مش بتشف، فده عجبني فيه جدا جدا. اتمنى يكون على مقاسي او الطول بتاعه. تعالوا بقى نفتح القطعه الثانيه. ده فستان من براند اسمها من رفقه. الفستان ده من رفقه يا بنات، طبعا انتوا عارفين انا بحب رفقه قد ايه. يعني نفتح الفستان برده، طلبته عشان خاطر لونه تحفه جدا، لونه عجبني قوي قوي. بصوا لونه من تحت من عند الديل فظيع بصراحه، لونه جميل. وبصوا كمان بيجي مع ياقه كده، وهو بزراير بس الزراير لحد الوسط لحد هنا شايفين، وبيجي مع حزام. الحزام ده نفس البرنت بتاعت الفستان. وبصوا بقى اللي عجبني فيه الجزء اللي تحت ده، يعني انا طالباه عشان خاطر الجزء اللي تحت الجميل ده، اللون بتاعه تحفه قوي. انا مش عارفه اللون ده بيقولوا عليه ايه، جنزاري تقريبا او بترولي، مش اللون اللي هو التيل بس الغامق شويه، عارفين لون التيل اللي هو بيبقى بين الاخضر والازرق، حاجه كده ميكس غريب يعني. جميل يا جماعه تحفه قوي. بس على فكره ده اخف، حسن البطانه بتاعته اخف من الفستان ده، الفستان ده وانا ماسكاه تقيل شويه انما ده خفيف. فاتمنى ان هو ما يكونش بيشف، البطانه بتاعته خفيفه فعلا. بصوا يعني حسن الشيفون بتاعه خفيف قوي، غير برده الشيفون ده، الشيفون ده تقيل شويه على ما اعتقد يعني، بس انا حابه اللون بتاعه جدا جدا. رفقه من البراندات اللي هي تمتلكها مودانيسا، فبتنزل فيها صالات تحفه قوي. اللي بيعجبني فيها ان انت ممكن تلاقي براند تانية على مودانيسا عليها نفس الديزاين ده بس مثلا اغلى الضعف او 3 اضعاف، لكن على رفقه بينزلوا نفس الديزاين باسعار معقوله، اسعار حلوه يعني. ودايما 44 مقاسي، يعني انا مش بغير ابدا في رفقه، مش بكبر نمره، دايما بطلب منها مقاس 44. الفستان اللي بعده، الفستان ده مش عارفه البراند اسمها ايه، اسمها سيفت لي، برده البراند دي اول مره اجربها يا بنات، يا رب تكون حلوه. هي حلوه يعني بصراحه وانا ماسكاها كده حاسه ان هي حلوه قوي. بصوا فيها الاستك ده الوسط بتاعها، بس انا حاسه يا جماعه ان هو ضيق مش عارفه ليه. انا طلبت مقاس كام؟ طلبت للاسف مقاس 44 للاسف الشديد، كان المفروض اجيب مقاس اكبر من مقاسي، مش عارفه انا مش بتعلم ولا ايه. دايما اقول لنفسي لما تجربي براند جديده لازم تكبري على الاقل مقاسين او 3، بس بصوا جبته صغير 44، الفيتنج بتاعه حاسه ان هو صغير قوي، ربنا يستر يعني ويدخل فيا. فجميل جدا، لونه حلو قوي يا جماعه، وطوله كمان حلو قوي طويل على فكره. هو بيجي لوحده مش بيجي معاه حزام ولا اي حاجه، هو الفستان لوحده، وبرده شيفون، والاكمام بتاعته متبطنه
نسيت اقول لكم برضو ان الفستانين اللي قبل كده اللي انا فتحتهم الاكمام بتاعتهم متبطنه، يعني مش هتحتاجي تلبسي تحتي اي حاجه. فانا دايما بحب اجيب الفستان كله يكون متبطن، وحاسه ان هو خفيف برضو مش تقيل، يعني خفيف زي الفستان بتاع رفقه مش تقيل. انا مش فاكره الاسعار ايه، بس كلها بتتراوح بين 90 و 130 150 ريال. وعايزه اقول لكم ان حاليا في سيل على مودانيسا، وكود الخصم هيديكم من 15 ل 22%. هحطه لكم هنا لو حابين تطلبوا. طبعا هحط لكم كل اللينكات في الديسكربشن بوكس عشان تدخلوا تشوفوا الاسعار. الفستان ده برضو من رفقه، بصوا الالوان بتاعته، الالوان بتاعته تحفه برضو، طلبته عشان خاطر الوانه بيجي معاه زي ما هو. اهو يا بنات الفستان، الفستان يعني نازل اي لاين كده، في خط بس من هنا مكان ما بتحطي الحزام، هو ما فيهوش اي رسمه يعني، هو بس اي لاين نازل كده على وسع، والكمام بتاعته فيها البرنت دي. بس عايزه اقول لكم حاجه بقى، انا دايما بشك في الخامه دي، يعني انا حاسه ان الخامه بتاعته قطن خفيف زي عارفين الفسكوز، نفس كده الخامه الفسكوز بالظبط القطن الخفيف، فمش عارفه بقى هتكشف اللبس ولا لا. بس هي البرنت بتاعته حلوه قوي، بصوا من هنا من تحت كمان من تحت البرنت بتاعته جميله والوانه حلوه، واعتقد ان هو مقاسي، يعني انا دايما رفقه بجيب منها مقاس 44 وبيطلع مناسب ليا وطوله حلو، مقاس 42 بس اعتقد ان هو مقاسي. بصوا الواسع بتاعه حلو، يعني متهيألي عشان انا شفته على الموديل الواسع فقلت اطلب 42 على ما اعتقد. فده كان الفستان رقم 4 وحباه، بس انا حاسه ان هو خفيف، يعني كنت اتمنى ان هو يكون اتقل من كده. الماتيريال بتاعته كمان احتمال ان هي تكشف في الغسيل، ام نوت شور يعني. الفستان اللي بعد كده، الفستان ده من براند اسمها لورين. البراند بتاعت لورين دي يا جماعه انا جربتها قبل كده تقريبا، دي رابع مره او خامس مره جربها، وبجد من البراندات الجميله قوي قوي على مودريسا، بحب فساتينها. بس هي مشكلتها ان الفيتنج بتاعها ضيق قوي، يعني لو انا بلبس مقاس 44 بختار دايما مقاس 46 عشان الفيتنج يكون مظبوط. انا اخترت مقاس ايه، هو بيجي منه مقاسات لارج اكس لارج، فانا اخترت منه مقاس اكس لارج، اعتقد ان ده كان المقاس الوحيد الموجود. بصوا بقى عامل ازاي، بصوا القصه بتاعته مختلفه، جاي كده الجزء ده يعني منفصل عن الفستان، وهو من تحت كله واسع، فاعتقد ان ده مقاسي قوي يعني، حتى كبير قوي ما شاء الله. انا بحب الحاجات الواسعه دي قوي، بحس كده ان انا يعني مرتاحه نفسيا وانا لابسه حاجه فضفاضه، وبعدين شكلها كمان موضه. انتوا عارفين انتوا الاوفر سايز او الحاجات اللي هي الفيتنج بتاعها واسع بقى لها سنتين موضه، فانا بحبها جدا، وكمان مناسبه للحجاب يعني حلوه قوي. الخامه بتاعتها بقى قطن، بس مش قطن زي رفقه، مش قطن زي ده، لا ده قطن بتاعه واقف شويه، قطن قطن يعني، فاعتقد ان النوعيه دي من القطن مش بتكشف الغسيل والله اعلم. هو متبطن من قدام من هنا، لكن هو الفستان نفسه مش متبطن، يعني بصوا الفستان نفسه ما فيهوش بطانه، والاكمام بتاعته بصوا اعتقد ان انتوا عارفين ان انا بحب الاكمام اللي هي الاساور اللي بتكون على قد المعصم وطويله نوعا ما، بتدي بافنس كده للكم، بيبقى شكله حلو قوي. فده الفستان ده عجبني جدا جدا. اللي بعد كده بقى الفستان ده، الفستان ده من براند اسمها بولت. بولت برضو يا جماعه انا بحبها جدا البراند دي، يعني اعتقد من اول ما ابتديت اطلب من مودانيسا وانا بطلب من بولت، لان حقيقي بحب ديزايناتهم واسعارهم كمان مناسبه قوي، زي لورين كده، زي البراند بتاعت لورين اسعارها حلوه والديزاينز بتاعتها جميله، خامتها حلوه، معظمها بتكون شيفون. طلبت منه مقاس 46، لان بورون لو رجعتوا الفيديوهات اللي قبل كده هتلاقوا ان انا دايما بقول بورون بالذات مقاساتها صغيره، لازم تكبري المقاس بتاعي. فتعالي نفتح بقى ونشوف. هو لونه، بص هو لونه على الموديل اعتقد ان هو كان لونه افتح من كده، مش فاكره قوي، او نفس الدرجه متهيألي كان نفس الدرجه. بصوا هو بيجي معاه حزام اهو، تعالوا بقى نشوف الفستان نفسه، اهو الفستان يا بنات. من هنا اللي هي الهم من تحت دي، او الكشكشه اللي بتبقى عامله زي رافل واحده من تحت، شكلها حلو قوي. بس انا حسيت ان الفيتنج بتاعه واسع، يعني اول مره اطلب حاجه من بورون واحس ان هي واسعه فعلا، انا قلت ان هي تيجي على قدي بالظبط، لان عاده لما بطلب مقاسي 44 بيكون ضيق من عند منطقه الصدر او البسط عموما، لان هم عندهم البسط او محيط الصدر بيكون ضيق قوي في بورون، فعشان كده دايما بطلب مقاس اكبر مقاسي. بس انا حاسه ان المقاس ده واسع، يعني لو كنت طلبت 44 كان هيبقى مظبوط. الاكمام بتاعته من هنا فيها استك، وطبعا هو كله متبطن وتقيل تقيل، نفس الاحساس بتاع الفستان الاولاني اللي هو ده، يعني حاسه ان الفستان كده محمل كده مش حاجه خفيفه يعني. ف جميل جدا جدا عجبني قوي، الالوان بتاعته هاديه وهو لونه هادي،
والبرنت اللي فيه جميله قوي. هو معظم على فكره الفساتين بتاعه برون هتلاقوها برنت كده فلوري والورد اللي هو الصغير مش الكبير، فشكله حلو قوي عجبني. الفستان اللي بعد كده ده من رفقة، وده فستان اعتقد ده مش فستان، متهيألي يا جماعه ده قطعتين يعني زي تونيك طويل وعليه سكيرت متهيألي يعني على ما اتذكر. الخامه بتاعته حلوه، الخامه بتاعته طريه قوي، قطن طري قوي برده، في شبه من الفسكوز بحس ان هو طري قوي. ده زي التونيك طويل قوي يا جماعه، واسع فضفاض برده. بصوا من تحت في رسمه كده اللي هي تحسه عامل زي ديلين كده من الجناب، شكله حلو قوي. طلبت منه مقاس 44 كالعاده، ده المقاس اللي دايما بطلبه من رفقه، وهو بصراحه واسع يعني، هو حتى شكله على الموديل واسع وانتي بتطلبيه تحس ان هو فعلا فضفاض. ده التونيك بتاعه، وهنا بقى السكيرت بتاعته اهي، اهي السكيرت يا جماعه واسعه برده جميله قوي، بصوا واسعه جدا، واسعه حلوه قوي. بس الخامه دي خفيفه يعني، انا حاسه ان الخامه خفيفه وبتشف بالنهار، حتى هي انتوا شايفيني من وراها صح، حاسه ان هي هتشف بالنهار، بس بما ان التونيك طويل فمش هتشف الجيبه يعني. التونيك طويل قوي، هوريكم صوره الموديل وهي لابساها، باين ان هي طويله قوي من قدام، فيها الزراير دي شكلها حلو، والاكمام بتاعته ساده ما فيهاش اي حاجه جديده يعني، فحلوه قوي. بس هي مشكلتها ان هي فسكوز لانها بتكرمش بسرعه. الفستان ده من مصطفى ديكمن، بصوا الالوان بتاعته حلوه قوي، بصوا الفستان بيجي معاه زي بطانه، هي مش بطانه، هي زي اندر شيرت كده يا جماعه، بصوا يعني الخامه بتاعته زي البطانه اللي هي الخامه البوليستر دي اللي بتبقى مبطلين بيها الفساتين، فهو اندر شيرت طويل لحد مثلا شايفين لحد فين يعني معدي الركبه. ده بيجي مع الفستان، الفستان اهو اوكي. خامه الفستان من اللي هي الخامات اللي انتوا مش يعني ما تعرفوش هي ساتان ولا بوليستر ولا ايه، لان هي من الخامات اللي هي بتزحلق بس مش بتعمل صوت، مش حاسه ان هي بتعمل صوت، هي خفيفه، فانا مش عارفه هي ساتان ولا ايه. طلبت منه مقاس 44، اعتقد ان ده اكبر مقاس. الفستان ساده خالص يا بنات، بصوا ما فيهوش اي رسمه حتى من تحت، الديل بتاعه ساده ما فيهوش كشكشه ولا اي حاجه، وده على غير العاده يعني، لانه مصطفى ديكمن مشهور بالديزاينز اللي هي التيرد او الفساتين اللي هي فيها متدرجه كده، اللي هي فيها كشكشه ومتدرجه لحد تحت، فهو مشهور بالديزاين ده. بس الديزاين ده ساده ما فيهوش اي حاجه، وجاي معاه الحزام بتاعه اهو. هو برده بصوا هي الخامه بتاعته حلوه لان هي مش هتكش، مستحيل ان هي تكش. الفستان اللي بعد كده ده برده من براند جديده اول مره اجربها، البراند دي اسمها نور كومبن، مش عارفه تعرف نفتحها، هي فيها بيجي معاها حزام كده، هو ده اعتقد ان هو ده السبب اللي خلاني اطلبه، ان انا عجبني قوي الحزام اللي على الموديل فعشان كده طلبتها. نفتحها مع بعض، بصوا الحزام بتاعه اللي هو زي البوهيميان ستايل كده، الحزام اللي هو بيبقى النوع ده اعتقد ان انتوا عارفينه يعني. بصوا بقى الفستان فيه، بصوا الخامه بتاعته عامله ازاي، فيها زي ما يكون فيها بابلز كده صغيره، شايفين اهي شايفينها، وهو قطن، انا كنت متخيله خامه تانيه بصراحه، قطن واللي هو القطن اللي ناشف شويه مش القطن الفسكوز، لا فاعتقد ان ده مش بيكش في الغسيل، دايما بخاف من مش القطن لانها دايما بتكش، فعشان كده بركز في الموضوع ده. هو حلو قوي يا جماعه في الوسط بتاعه ده، بس صدقوا الوسط مش استك، الوسط اللي هو متخيط عادي. طلبت منه مقاس 44، اعتقد ده كان اكبر مقاس فيه عشان كده طلبته 44، لان لو كان فيه اكبر من كده كنت اكيد هجيبه، لان دي اول مره اجرب البراند دي. بصوا حلو قوي، هو برده اي لاين لحد تحت، ما فيهوش يعني قصه من تحت، بصوا اي لاين ساده كده، فعجبني قوي، حلو وخامته حلوه بس خامته خفيفه نوعا ما، شكله جميل، وفي الصوره برده كان شكله جميل جدا يعني، اعتقد ان انا طلبته بالذات عشان خاطر الحزام بتاعه وعشان خاطر لونه كمان، ما عنديش اللون الجريء ده يعني، تحس ان هو احمر بطيخي، عارفين الاحمر البطيخي لون كده مطرقه. الاساور بتاعته حلوه صغيره كده،
فعجبني برضو. اللي بعده دي اخر حاجة في الشحنة دي. ده عبارة عن زي هيلز كده وبيجي معاها شنطة او شنطة زي كلاتش يعني مش شنطة قوي. بصوا اهي الشنطة اللي بتيجي معاها. بصوا عاملة ازاي اهو. بصوا الجمال يا جماعة. بصوا اللون بتاعها. هي انا اخترت لون اسود لان انا عندي الالوان اللي هي لان انا عندي اللون النود كتير قوي فقلت اغير واختار لون اسود. بصوا الاسترس اللي فيها دي والاستادز دي شكلها جميل جدا. وهي من هنا زي شبك ومن هنا شفافة. شايفين الجزء ده شفاف وما فيهاش من ورا بقل ولا اي حاجة. انتي مجرد بتلبسيها كده. هي حلوة قوي عجبتني بصراحة. الكم بتاعها كمان جميل. بس حاسة ان التقفيل بتاعها مش قد كده. يعني مثلا بصوا من هنا انا اول مرة افتحها بصراحة يعني متفاجئة ان فيها خربشة من هنا. بس عموما هي يعني من هنا من الجنب كده اللزق بتاعها مش باين او الغيرة بتاعها مش باين. دايما بدقق في الموضوع ده ان ما بحبش الجزم تكون جاية والغيرة بتاعها باين من هنا. فدي مش باين الغيرة بتاعها. وهنا الكلاتش بتاعها برضو في نفس الحاجات اللي بتلمع نفس الاستادز اللي هنا. شايفينها اهو. هي الخامة بتاعتها زي ساتن تاتش كده اللي هو الستان. عارفين الستان اللي هو بيلمع. الحاجة اللي هي ينفع تخرجي بيها بالليل. اعتقد يعني هي مناسبة لليل اكتر. من جوه بصوا من جوه عاملة ازاي. ان هي برضو مش افضل حاجة في الحياة يعني. بصوا من جوه عاملة ازاي. يعني عادية يعني. وكمان التشين بتاعتها مش عارفة مش حاسة ان هي عجباني قوي لان لونها لونها غامق. لونها مش سيلفر بيلمع. لا لونها غامق نوعا ما. كده خلصنا الحاجات الشحنة اللي هي جاتلي اللي انا عملت لها انبوكسنج. هوريكم بقى الحاجات اللي جاتلي من الشهر اللي فات اخر الشهر اللي فات واللي كان المفروض استلمها من 3 شهور. تمام. هي اولهم العباية دي يا جماعة. العباية دي تحفة عجباني جدا جدا. الديزاين بتاع الاكمام دي انا بحب اي حاجة بافي. وفي زي بروش كده بيجي. العباية دي من براند اسمها الشيخة. وانتوا لو متابعيني كل فيديوهاتي من مودة نيسا بحب جدا اطلب الشيخة. هي البراند بتاعت الشيخة تعتبر نوعا ما غالية يعني اعلى سعرا من اي براند تانية. هي ونيوم ديزاين او نيوم ديزاين ومصطفى ديكمن. الثلاث براندات دي تعتبر اسعارها غالية نوعا ما وساعات بتعلى وساعات بتنزل شوية. هي البراند كده. في براندات انتوا بتشتروها عشان خاطر هي براند كبيرة فالتمن اللي انتوا بتدفعوه مش عشان خاطر الماتيريال ولا ديزاين واو او كده. لا عشان خاطر ان دي من براند كذا. فنفس القصة مع الشيخة. الديزاين بتاعها حلو عجبني. الخامة بتاعتها ممكن ما تعجبش ناس كتير لان هي بصوا الخامة اللي فيها لمعة. شايفين فيها لمعة وفيها اللي هي زي ما تكون متنتشة كده. الخامة دي كنا بنلبسها زمان. كانت طالعة موضة زمان قوي في اول الالفينات او في اخر التسعينات. الخامة دي اللي هي بتلمع شوية. كمان طولها جميل قوي قوي. انا مش فاكرة سعرها كام بس هو سعرها عالي يعني عشان تكونوا عارفين. وما تقوليش سعرها غالي قوي مش عارفة ايه. انا مش انا اللي بحط الاسعار يا جماعة. هي البراند نفسها اللي بتحط الاسعار. فعجبتني جدا جدا من الديزاينز الحلوة قوي. الناس اللي هي بتحب تلبس حاجة فخمة ويبقى شكلها مختلف. فبراند الشيخة بصراحة حاجاتها فخمة جدا. ولو تفتكروا الشهر اللي فات وريتكوا عباية تحفة قوي من الشيخة. هي والبيزك دريس بتاعها وحط لكم الفيديو هنا افكركم بيها. كانت برضو جميلة جدا وفخمة جدا جدا جدا. فدي كانت اول حاجة. تاني حاجة البيزك دريس ده طلبته برضو من الشيخة. انا طلبته عشان طلبة معاها عباية. فهوريكم الاول البيزك دريس. هو زي كده برضو. العباية اللي انا طلبتها الشهر اللي فات كنت طلبة منها نفس البيزك دريس ده بس لونه اسود عشان يمشي مع العباية فانا كنت طالبه ده من 3 شهور من ايام رمضان مع العبايه اللي هوريها لكم دلوقتي. لونه رمادي وشكله حلو جدا جدا. يعني ينفع يتلبس تحت اي عبايه انت عايزاها. لونها ابيض لونها رمادي حتى لو لونها كحلي برده هيليق عليها. طبعا نسيت اقول لكم ان كل السايزات بتاعت الشيخه بتيجي 1 سايز. ما فيهاش سايزات يعني ما فيهاش مقاسات. هي بتيجي 1 سايز بس. والون سايز بتاعها اخره يلبس اكس لارج. واكس لارج الفيتنج بتاعه يكون مظبوط. يعني لو انت جنابك عريضه نوعا ما فهو مش هيبقى حلو عليكي. هيبقى ضيق. لكن هو جميل زي ما انتم شايفينه كده. هو فيه خطين ذهبي وهو ده اللي مميزه. يعني هوريكم بقى العبايه اللي انا جبتها على البيزك ده. دي العبايه اللي انا جبت عليها البيزك ده. البيزك ده بيتجاب لوحده. يعني انت بتشتري ده لوحده ودي لوحدها والعبايه لوحدها. العبايه بتيجي مع الحزام بتاعها والطرحه بتاعتها. هي انا لبستها على فكره. بصوا الطرحة بتاعتها جميلة جدا اوف وايت وفيها من هنا اللون الرمادي. وبرده الحزام فيه حركة الذهبي برده.
عارفين هي كأنها متخيطة بالعكس. بصوا يعني الحركة الدهب اللي فيها دي سرفلة، كأنها متسرفلة. بصوا السرفلة بتاعتها ومقلوبة لبرة، من جوه لو فتحتوها تلاقوها مفيش سرفلة من جوه، متخيطة عادي. فهي حركتها في ان هي متسرفلة بلون دهبي وقلبينها. هي دي شكلها، اوريلكم هنا صورتها لان انا لبستها واعتقد ان انا صورتها. ده شكلها. عايزة اقولكم ان انا ملبستش عليها البيزك دريس ده اول ما لبستها، لبست عليها ايه بقى؟ دي برضو من الشيخه يا جماعه، الحاجات اللي انا بوريها لكم دي من براند الشيخه. انا لما لبستها يا جماعه ما لبستش عليها البيزك دريس ده، لان وقتها كانت رجلي حصل لها التواء، يعني كانت رجلي ملويه، فما كانش ينفع البس بيزك دريس والبس كعب عالي. انا من الناس اللي ما بحبش ابدا ابدا البس عبايه على حاجه فليت، بحس ان هي بتاثر وحاجه مش شيك. يعني عبايه ما تكون تحب ان انت تظهري الاناقه بتاعتها، اتليست يعني تلبسي كعب قصير حتى لو 2 3 سم. فانا وقتها كان عندي التواء في الكعب، ما عرفتش البس كعب، فبالتالي مش هينفع البس فلات على بيزك. حسيت ان انا هيبقى شكلي مش لطيف. فلبست عليها ايه بقى؟ لبست عليها البدله دي، انا برده كنت طالباها برده من نفس الشحنه اللي هي جات لي اخر الشهر اللي فات اللي كان المفروض استلمها في رمضان. دي عباره عن بدله انا لبستها تحت العبايه دي، هتشوفوا كان شكلها شيك جدا جدا، وكان ستايل مختلف عليا. انا عاده يعني من الناس اللي هي اولد فاشن قوي، لما بلبس العبايه احب ان هي اظهر شياكتها، فان انت تلبسي تحتها بنطلون بالنسبه لي ده بيقل، يعني بيقل من شاكه العبايه، بيخليها مش انيقه خالص. فجربت ان انا البس تحتها البدله دي، هي البدله اوفر سايز ولونها ابيض زي ما انتم شايفين، لونها ابيض مش اوف وايت او اوف وايت متهيألي، بس هي ابيض اكتر. البنطلون بتاعها وايد ليج بانس اهي، بصوا البنطلون واسع قوي، وهي يا جماعه شفافه، يعني دي ما ينفعش تلبس لوحدها باي شكل من الاشكال. يعني بصوا لازم تلبسوا عليها حاجه، يا اما تلبسوا تحتها حاجه، وبما انها بدله بنطلون وتونيك فهتلبس تحتها ايه؟ هتلبس تحتها بنطلون تاني، المنظر مش هيبقى لطيف. دي من رفقه. فانا لبست تحت العبايه دي البدله دي، وكانت جميله جدا جدا لانها واسعه وفضفاضه وايد ليج بانس، فوانتي لابساها شكلها حاجه كاجوال مختلفه. طبعا اضطريت البس سنيكرز لان كان عندي التواء في الكعب، ما كانش ينفع البس اي حاجه تانية، فكان شكلها حلو قوي. بصوا التونيك بتاعها طويل ازاي، طويل جدا جدا وفضفاضه وجميله، بس هي مشكلتها ان هي شفافه. فانت لو انت بتحبي ستايل ان انت تلبسي البدله فوقيها حاجه هاتيها، لكن ان انت تلبسيها لوحدها لا، هتبقى شفافه جدا مش هينفع هتبين اي حاجه انت لابساها. من اللي بعده الفستان ده من مصطفى ديكمن برده ما جربتوش يا جماعه، عايزه اقول لكم ان هو طوله طويل قوي، يعني بصوا انا حاطاه فوق كده، شايفين طوله فوق دماغي ويا دوب لامس الارض. يعني ده عايز حد طويل، عشان البنات اللي بتقول لي ايه هي البراندات اللي تنفع البنات الطويله، مصطفى ديكمن يعني طويل لدرجه غريبه. يعني انا عشان البس الفساتين اللي انا لبست طلبتها الشهر اللي فات وريتها لكم من مصطفى ديكمن، كانوا فستانين كنت مضطره ان انا البس عليهم كعب 12 سنتي عشان يبقى شكله حلو، ابقى مرفوعه من على الارض. فالفستان جميل جدا جدا برده، خامته زي الخامه اللي انا وريتها لكم من شويه، اللي هو ما تفهموش هي ساتان ولا ايه، مش عارفه قطن على ساتان بوليستر على قطن، بس هي بتزحلق شويه. جميل. في من هنا الوسط بتاعه باستك، وطلبت منه مقاس مقاس ايه طلبته، مقاس يا جماعه 44، لان هو الفيتنج بتاعه بصراحه حلو. الفستان بيجي برده معاه التوب ده او البطانه دي، زي الفستان برده اللي وريته لكم في اول الفيديو، كان جاي معاه حاجه زي كده اللي هو بصوا تحسوا ان هو يعني عايزين يعملوا له بطانه بس مستخسرين يكملوا الاخر. بصوا لحد تحت الركبه البطانه جاي مع الفستان. على فكره الفستان اعتقد ان هو مش شفاف، يعني انا هلبسه وهقول لكم اذا كان شفاف ولا لا. ف حلو جدا، عجبني قوي قوي. هو ده بقى الديزاين اللي انا بقول لكم عليه مشهور بيه مصطفى ديكمن، عكس الفستان اللي وريته لكم في اول الفيديو كان الفستان كله نازل حته واحده ما فيهوش قصه، انما عاده كل فساتين مصطفى ديكمن اللي هي التيرد اللي بتبقى كده قصات كده ونازله على كالوش، فشكلها جميل قوي. اللي بعد كده ده فستان من رفقه، والفستان ده يعني كنت اتمنى ان هو يجي لي في رمضان بصراحه، لان انا كنت حابه البسه في العيد، العيد الصغير، بس للاسف يلا قدر الله ما شاء فعل. بصوا الفستان ده جميل قوي، هو من رفقه، طلبت منه مقاس 42، ما كانش فيه مقاس اكبر من 42 في رفقه، ده كان اكبر مقاس وقتها، مش عارفه هو لسه على الويب سايت ولا لا، بس عموما هحط لكم اللينكات لو موجوده. بصوا الفستان الطبقه دي والطبقه دي كده طبقه منفصله، فحركه جديده، وفي الورده دي، وفي شايفين اللولو ده او الكيرز دي، فمن دي شكل مختلف وديزاين مختلف تماما. هو الديزاين ده كان رفقه اكس
أزلم شيور مش عارفة حاجة زي كده يعني. كانت حاجة ديزاين جديد يعني، كان كولابوريشن مع مش عارفة مع براند تانية ولا ايه، فكان الديزاين ده موجود فيها وكان موجود كذا ديزاين تاني، فستان جديد على رفقة، فحبيت اطلب ده وهو حلو قوي. انا قسته مرة واحدة على ما اتذكر، مش فاكرة قسته ولا لا، بس هو كان مظبوط عليا وهو فيه سوستة من ورا، بس السوستة بتاعته طويلة قوي. هو فستان يا جماعة ينفع للمناسبة مثلا لو هتنزلي بيه، او مناسبة نهارية مثلا لو رايحة اي ايفنت الصبح هيبقى حلو جدا، نازله بيه بالليل هيبقى حلو جدا برضو. عايزه اقول لكم طويل قوي قوي برضو، مناسب للبنات الطويله. حلو جدا جدا، عجبني ولونه جميل جدا جدا. الكمين فيهم لولي، فدي كانت اخر حاجه يا بنات في الشحنه اللي هي وصلتني بعد 3 شهور. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. هحط لكم الديسكاونت كود بتاعي لو حابين تطلبوا من على مودانيسا. هتستخدموا الكود وهيديكم 22% زي ما قلت لكم. وان شاء الله لو ما لحقتش احط كل الصور والفيديوهات في الفيديو ده، اوريكم يعني الستايلنج بتاع الفساتين، هبقى اعمل فيديو تاني واوريها لكم ان شاء الله باذن الله. فارجوكم تسامحوني، انا بس عملت الفيديو ده بسرعه عشان بجد حقيقي مش عايزه اكسل واقعد 3 اسابيع اصور في القطع، وفي الاخر اما نازل فيديو البنات يقعدوا يقولوا لي القطع خلصت، فحبيت اعمله اول ما استلم الشحنه اعمل انبوكسنج. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا لايك، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.